السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، كي داير اخباركم؟ كي داز نهاركم بخير وعلى خير؟ كنتمنى اخوتي اخواتاتي هاد لا فيديو يلقاكم بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. وكما عودتكم كندير شي حاجه خفيفه وظريفه. اليوم غادي نديرو غراتان ديال البطاطا، كتجي زوينه كما كتشوفوا اخوتي. عندي البطاطا هنا، نقطعوها دوائر. نبداو على بركه الله، يلا بسم الله. نقطعوها دوائر، ما تكونش غليظه بزاف وما تكونش رقيقه بزاف، كتجي زوينه ولذيذه وكلشي كيبغيوها. اكثريه الوليدات كلهم كيبغيو هادشي ديال الاكل السريعه. غادي نقطعوهم دوائر اخوتي. هاد غراتان ما كيحتاج شي حاجه، شي مقادير كثيره. بطاطا، بطاطا موجوده تبارك الله في المغرب، راه عندنا بطاطا موجوده. غادي نصفوها هنا في هاد المول هذا اللي عندنا. نقطعو بطاطا كاملة، غادي نصفو في هاد المول بهاد الطريقة هادي. تنكملوهم كاملين، ديرو هاد الصغار هما التحتانيين باش نقادو المول ديالنا. وكل كوشو كل طبقة كنديرو لها شوية تاع الملحة وشوية ديال البزار. دابا نقطعو مازال باش نكملو، غنديرو الكوش التانية. بسم الله. كتجي هادي لذيذة اخوتي، كيما قلت لكم كلشي كيحماق عليها، حتى انا عزيزة عليا. حتى دابا وليداتنا في هاد الوقت ولاو كيبغيو الحاجة الخفيفة والظريفة. نزيدو بطاطا اخرى، وكل كوش كيما قلت لكم اخوتي اخواتاتي غادي نزيدو شوية الملحة وشوية البزار باش يعطي البنة ديالها. انا درت ربعة البطاطا كبار وغنزيد وحدة ان شاء الله. دابا خوتي ملي كملنا البطاطا ديالنا، قلت لك درت بطاطا عفوا درت ربعة البطاطا كبار وحدة على حجم على حسب الحجم ديال المول ديالو. دابا ملي درت لهم كما كتستفتو غادي ندخلهم الفران. بعدا غادي ندير لهم الماء، غندير الماء تيوصل النص ديال المول. بسم الله. نزيدها شوية، نزيد كاس ونزيد شوية في الطبلية البطاطا ديالي. هانتوما صافي صافي، غندخلها المول ديالي، ندخلها الفران ديالي تطيب ونرجعو نكملو الوصفه ديالنا. في هذه الاثناء اخوتي غادي نشد هنا سيطره الحليب، غادي نخليه يسخن يغلى، وفي بلاصه اخرى غادي ندير الزبده. غادي ندير واحد جوج معالق كبار ديال الزبده باش نصوب البيشاميل ديالي. كنتو معايا في المقاطع. بسم الله. ندوبو الزبدة، الحليب ديالنا هو كيسخن.
تذوب لنا الزبده، عاد نزيدو على الدقيق. هو الدقيق ديالنا من بعد غادي نديرو جوج معالق ديال الدقيق، حرك بعود لاخر. هذا الصداع خلو الدقيق حتى يطيب لينا ويشرب هذيك الزبده ديالو. نزيدو الحليب شويه، هي كيشربها. نزيدو الحليب، ونحركو حتى ينسجم العناصر كاملة. ملي يشرب لينا هاد الدقيق يشرب لينا الحليب كامل، غادي نزيدو الملح، شوية البزار، وندير الفخوماج ديالنا هنا، وواحد المعلقة صغيرة ديال الزبدة. ولا بقاو هاديك الكوتيلات صغيورين نقدرو نصفيو، ولكن دابا نطربو تا باش نحيدو هداك. صافي نحركو بالبيشاميل ديالنا باش ملصقش لينا من التحت، خاصها تعقد شوية. بعد غنزيدو لها الفخوماج، بسم الله باش يدوب. راه مازال ما درنا الملح لا والو، الفرماج راه شويه فيه شويه ملوحه. نزيد واحد المعلقه صغيره ديال الزبده، كما دار لينا هادشي. نزيدو واحد شويه البزار، شويه الملح، وتقدروا تزيدو فيها اللي بغيتو اخواتي خواتاتي. انا غنزيد فيها شويه كاشير، بسم الله. صافي النبي عليه السلام، بغيتيها خاتلة بزاف خليها، بغيتيها شوية جارية خليها على حسب الذوق ديالك. صافي دابا هي وجدات لينا، طفيو عليها، خليوها دير واحد فقاعات شوية ونطفيوها.
صافي دابا نتفرجها، نشوفو دابا البطاطا ديالنا واش طابت، باش نخويو عليها هاد لاصوص. كتجي زوينة مع كيطلق فيها هاد اللون ديال الكاشير. ها هما خوتي، دابا البطاطا ديالنا هي طابت في الفران. الا كان الما كتير نقصو، الا جاكم الما كتير نقصو. دابا غادي ناخد البيشاميل ديالنا، هي طاريوها فوق من البطاطا. مبغيتوش ديرو كاشير بلا ما ديرو، وهذا حسب الذوق ديالو. شدو الفرماج ديالنا موزاريلا، غادي نكوع عليها كامل وندخلوه الفران باش يغاتينا وصافي. غادي ندخلوه الفران كما قلت لكم يتحمر شويه، حيت كلشي دابا طيب، بطاطا طيبه، بشاميل طيب، كلشي طيب. صافي غنديرو يتحمر ونخرجو ان شاء الله ونرجع معاكم. ها انتم اخوتي اخواتاتي، ها هو الكغاتا ديالنا، خرجناه من الفران تكغاتينا وتحمر من الفوق. وكنتمنى هاد الوصفه تعجبكم، كتجي زوينه اخوتي اخواتاتي. كنقطعو معكم واحد شويه، كتجي زوين. كنتمنى هاد الوصفه تعجبكم اخوتي اخواتاتي، كتجي لذيذة. هانتوما خوتي، وكنتمنى هاد الوصفة هادي تعجبكم اخوتي خواتاتي، والى اللقاء وفرصة قادمة ان شاء الله. مع السلامة. وكنتمنى هاد الكغاتا اخوتي خواتاتي يعجبكم، وكنتمنى لكم التوفيق والى اللقاء. سلامة.